بفيديو اليوم رح أعرفكم بشكل سريع عن نور مقداد. إذا حابين تتعرفوا عليها شاهدوا الفيديو للنهاية. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا إسلام وهي قناتي ألوان تيوب. وقبل ما أعرفكم على نور مقداد بدي تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. اسمها بالكامل نور غسان مقداد. انولدت في العاصمة الأردنية عمان سنة 1999 وعمرها 22 سنة وجنسيتها فلسطينية وعايشة بالكويت ومتزوجة من اليوتيوبر المشهور وليد مقداد نجم قناة طيور الجنة الفضائية. ونور أساساً بتكون قريبته لوليد، ووليد كان يعرف نور من زمان لما كانوا صغار وما طلعت على قناة طيور الجنة، ودرست وتخرجت من الثانوية العامة بمعدل عالي والتحقت بجامعة الكويت ودرست تخصص الأدب العربي وتخرجت من الجامعة العام الماضي 2021. نور والشبه. كتير من المتابعين بيشبهوا نور لممثلة سورية اسمها رواد عليو، واللي بتابع عائلة مقداد بيعرف انه والدي تقدم لخطبة نور في 7/2/2020، وعملت عائلة مقداد حفل الخطوبة في الكويت واستمرت فترة الخطوبة سنة ونص تقريبا، وتزوجت نور من الوليد مقداد بتاريخ 19/8/2021 وعملوا عرس كبير في الأردن، حضروا أهلهم وأصحابهم وحبايبهم وكتير من مشاهير اليوتيوب والسوشيال ميديا. عن زوجها الوليد مقداد. انولد الوليد مقداد في مدينة عمان بتاريخ 30/12/1999، يعني بيبلغ من العمر 22 سنة، ووليد أكبر فرد في عائلة خالد مقداد ولسه بيدرس تخصص إدارة الأعمال الدولية في جامعة الخليج بالكويت. ونور بتظهر حاليا على القناة العائلية لعائلة مقداد قناة عصوم ووليد، ومن جديد صارت تشاركهم الفلوقات العائلية والتحديات، واشترك في القناة أكثر من 8 مليون مشترك، يعني قناة عصومي ووليد صارت اليوم من أقوى القنوات العائلية الموجودة في الوطن العربي، وبلشت هاي القناة بتاريخ 3/10/2016 وحصدت حوالي 1,500,000,000 مشاهدة. حسابات السوشيال ميديا. تمتلك نور حساب على الانستغرام بتشارك فيه صورها الشخصية وصورها مع زوجها الوليد، وبتابعها عليه أكثر من 1,300,000 متابع، وهي صورة لنور وهي صغيرة نشرتها على حسابها بالانستغرام، وهي صور لنور يوم زواجها بنتمنى إلها السعادة وراحة البال مع زوجها الوليد مقداد، وهي كمان صورة لنور مع النجمة جنى مقداد بعد ارتدائها الحجاب والاحتفال بهاي السنة. وزوجها الوليد مقداد عنده حساب على الانستغرام بتابعه أكثر من 2,600,000 متابع. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوا كمان تتابعوا حسابي على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف بأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.